عن فريق برشلونة. ما شاء الله تبارك الله، هذا البطل الذي هذا الموسم وضع بصمة من خلال المشاركة هنا على أرضية ميدان إلى أحلام بطل ميدان الشهيد ياسر عرفات في أريحة. ما شاء الله تبارك الله، فريق برشلونة الملك أخونا أبو المروان همام من طمرة، المدربين الصبلات الأمريكي سيكون تحت قيادة الفارس الكبير عبد العصيبي. عدد عبد ما شاء الله تبارك الله، بالانس الصخرة بالفريق بالانس الملك أخونا إبراهيم السلطة علي من علوط، المدربين الصبلات الحلاس القيادة لعمر الحسون. هذا الحصان الذي شارك في مهرجانات كبيرة وكثيرة في عالم السباقات والميادين أبرز هذا الموسم عام 2023 ممثل الصبلات الحلاس بلنس الصخرة. ما شاء الله تبارك الله، وضع بصمة هذا الموسم في صبلات خالد الحلاس. أبو العاطف سيكون بقيادة الفارس فرانك العرب عمر الحسون. أرونا ما لديكم يا اسطبلات الأمريكي. وعلى غير العادة عبد العصيبي سوف يقود هذا البطل. في الأرضية الميدان هذا العتي، هذا أسد العجول صاحب الأمسيات الكبرى في عالم السباقات والميادين ممثل اسطبلات الأزرق الملاك أولاد العم أبو علاء غريفات. القيادة لزنور والحديث يدور عن البطل كولومبي. ما شاء الله، هذا الموسم امتضاه الفارس الكبير الصقر زنور الذي يعرف ويعلم من أين تؤكل لحم الكتف. جمهورنا الكريم، هذه الأحصنة أمامكم أمام برج وكبيرة التعليق والتصوير. انطلق برشلونة بعملية الإحماء مع عبد العصيبي، ومن ثم بالانس الصخرة مع أبو الحسون عمر، وكولومبي سينطلق الآن مع الصقر زنور. أبو السليم لتبقى بناتنا، أبو السليم الداعم المعنوي والمادي لفتح بوابات ميدان الأحلام. طيب عليكم، وصلتني رسائل من أصحاب الخير. واحد أبو مروان، اثنين أولاد أبو علاء برضو بعثوا لي رسالة على الجمهور الموجود. فاللي بلش شغل يخلينا الميدان ويخلينا الميدان حبايبنا، يخلينا الميدان. ما تخبطات النفسية، كان الله بعون الملاك والمدربين، كان الله بعونكم يا ملاك ويا مدربين على هذا المستوى الكبير الكبير. انتظروا موعد الطيران، الثلاث الطيارات النفاثة التي سوف تقلع. وفعلا ينطلق صوت الخامس عشر الكبار يا حضار، انطلقت الطيران الطيران الطيران. ما شاء الله تبارك الله، فريق برشلونة ينتزع الصدارة على حساب كولومبي وبالانس الصفراء. الأحصنة في مجموعة واحدة، ما شاء الله تبارك الله، الأحصنة في مجموعة واحدة بقبالة دخولها المنعطف الأول. ما يزال فريق برشلونة متصدر هذا الشوط، فريق برشلونة ما يزال متصدر هذا الشوط. الخيول ما بين المنعطفين، الخيول ما بين المنعطفين. ترقب بالانس الصخرة بحذر شديد 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 بالمراتب الثالثة. الدبابات المنجزرات، الطيران دخل الخط المستقيم، الثلاثية الكبيرة المثيرة. كولومبي بالانس الصخرة وبرشلونة، كولومبي بالانس الصخرة وبرشلونة، كولومبي بالانس الصخرة وبرشلونة، برشلونة وكولومبي، برشلونة وكولومبي، برشلونة 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 برشلونة.
بالمرتبة الأولى مع عبد العصيبي كولومبي، بالمراتب الثانية مع زنور وبالانس الصخرة يكتفي، بالمراتب الثالثة مع عمر الحسون. مبروك لإسطبلات الأمريكي، مبروك ألف مبروك لألهمام أجمعين على هذا الإنجاز الكبير، ليس بجديد يا أبو محمد بل للتجديد. تاريخ برشلونة يحققها يفعلها للمرة الثانية على بوابات ميدان الأحلام. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، في زمن قياسي، زمن قياسي يا صبحي. دقيقة 95 جزء من الثانية، من جنوبك من شمال. مبروك ألف مبروك لأهل همام أجمعين، مبروك لأخونا أبو المروان، مبروك لإسطبلات الأمريكي، مبروك لعبد العصيبي تحت شعار إسطبلات الأمريكي. زمن هذا الشوط، زمن الزمن الزمن يا سلام الزمن. دقيقة 95 جزء من الثانية، ما شاء الله. زمن القياسي، زمن القياسي، دقيقة 95 جزء من الثانية. مبروك مبروك المبروك لإسطبلات الأمريكي، مبروك لأبو مروان همام، أكرم أبو محمد وأبو مروان نجومنا أصحاب المراتب الثانية والثالثة. أبو مروان، أبو مروان سليم قدح، سليم قدح العارض الكبير. يا للمبيض، يا للفوربيلا 1. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذين البطلين الفحلين صاحب المرتبة الأولى والثانية ينحدرون من سلالة الفورميلا 1، فريق المبين، فريق المبين. وما أدراك ما فريق المبين. كولومبي صاحب المرتبة الثانية ممثل الصبلات الأزرق في هذا الشوط، وين التصفيق لكولومبي وأبو الليث؟ تصفيق لأبو الليث المدرب الكبير، تحياتنا لأمير الحسين أيضا المدرب الكبير، عمر الحسين أيضا، أبو حسين محمد العزيز، تحياتنا أمير. ما شاء الله تبارك الله، سليم قدح أيضا لسلم كأس المرتبة الثالثة في هذا الشوط لهذا البطل بلنس الصخرة. ما شاء الله ممثل إسطبلات الحلاس، هذا الحصان الذي وضع بصمة هذا الموسم في عالم السباقات والميادين. مبروك 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 للفائزين بحضور طبعا الفارس الكبير مالك سواعد، حباكم الله يا فرسان، ألف سلام عليك يا مالك. شوي شوي شباب بس حوالين مالك. مبروك أبو محمد، مبروك أولاد أبو علاء، مبروك لأبو علي إبراهيم السلطي من علوط. شكرا برشلونة، شكرا كولومبي، شكرا بلنس الصخرة، أمتعتونا في هذه الأمسية الكبيرة.